النهارده حلقه جديده ونتعرف كده من الاول على اصحابنا اللي موجودين فوق دول. من اول اليمين خالص معانا هايدي. سيف. ملك. ولعيب الارجنتين. انت بتلعب في الارجنتين ولا ايه؟ نهاد. مش بقول لك بتلعب في الارجنتين. ونجلاء او نجلاء. احب اعرفكم بقى نظامنا في ايه في المسابقه بتاعت الحلقه. احنا عندنا 12 سؤال مقسمينهم 4 4 4 لان 3 في 4 ب 12. اول ثلاث اسئله لو حصل ان المتسابق معايا الطفل او طفله بيجاوب عليهم بيكسب اول بونبونيه في الحلقه بتكون موبايل. تاني اربع اسئله لو حصل ان جاوب عليهم او جاوبت عليهم بنكسب تاني بونبونيه في الحلقه هي فيديو جيم. تالت اربع اسئله لو جاوبوا عليهم هتبقى تالت بونبونيه في الحلقه اللي هي كمبيوتر، ودي اكبر بونبونيه عندنا. بنبتدي دايما الحلقه بتاعتنا بحاجه اسمها سؤال السرعه، ده انا بساله الاطفال ومن المفروض ان هم يردوا عليه بسرعه جدا، وانا هسال سؤال السرعه من مكاني هنا. اتفقنا؟ اه. سؤال السرعه حاجه ليها ودن واحده وما بتسمعش بيها، الانسان ولا الحيوان ولا الفنجان ولا السودان؟ فنجان. صح. ملك. اتفضلي يا ملك. راح مشوار، راح مشوار وراجع على طول. راح مشوار وجاي على طول. اتفضلي. سلمة سلمة بقى. ازيك يا ملك؟ كويس. مستعدة؟ نبتدي المسابقة؟ جاهزة؟ ماشي. السؤال رقم واحد، السؤال رقم واحد يا ملك بيقول انت اتنقلتي من مدرستك رحتي مدرسة تانية، ها؟ أو من الحضانة رحتي المدرسة، مش أنت في حضانة لسه؟ لا. طيب، رحتي من مدرسة لمدرسة. أول ما دخلتي المدرسة الجديدة اللي أنت رايحة لها دي، لقيتي الناس اللي في الفصل، الطلبة اللي في الفصل، عمالين إيه؟ يتكلموا عليكي، ويعملوا حاجات كده، وأنت جديدة لسه ما تعرفيش ولا حد فيهم خالص، حسيتي إن هما إيه؟ كل واحد يقول للتاني ويقعدوا يضحكوا عليك وانت مش عارفه هما بيقولوا عليك ايه. ماشي؟ هتقومي مشمره وداخله فيهم تضربي التخين على الرفيع على عشان يخافوا منك، ولا هتطنشي وتقولي خلاص مش مهم اعمل ايه وتروحي من البيت للمدرسه ومن المدرسه للبيت وكأن مفيش حاجه حصلت، ولا هتروحي تشكيهم للمس بتاعتك، ولا تحاولي تجري كده ناعم يعني تحاولي تتكلمي معاهم كده واحدة واحدة على أساس إن هم يبقوا أصحابك؟ تعملي إيه في الموقف ده؟ تعملي إيه؟ لو لقيتي الناس الجداد دول في المدرسة الجديدة اللي أنتِ فيها، في الفصل الجديد اللي أنتِ فيه، قاعدين بيتكلموا بصوت واطي وبيضحكوا عليكي. هضربهم. هت إيه؟ لا علي صوتك. هضربهم. تضربيهم. بدون تفاهم. إيه؟ بدون تفاهم هتخشي تضربي على طول. طيب هو اي اجابه يعني هتضربيهم؟ انا مش هقول لك انها غلط، لكن عايز اقول لك الاحسن من انك تضربيهم انك تروحي الميس تقولي لها، صح؟ بس انا عموما معديينه يعني لانه بنعتبر ان مفيش ولا اجابه في السؤال ده ممكن تكون غلط بشكل كل واحد ممكن يبقى شايف من وجهه نظره ان هو عايز يتصرف كده وصح. ادي اول سؤال خلصنا منه.
عايز افكرك بحاجه دايما، انه ماما ممكن تساعدك. صح، ماما جايه معاكي النهارده ممكن تساعدك. ممكن السؤال يبقى صعب قوي فتقولي لي لا شيله لي هات لي سؤال غيره، فممكن السؤال اللي يجي لك يبقى صعب او سهل مش عارفين لسه، او ممكن بقى نغني نقول حاجه. اتفقنا؟ نخش على السؤال اللي بعديه يا ملك. السؤال اللي بعديه السؤال رقم 2. عكس البرد، عكس البرد، الهب ولا الصقيع ولا الحر ولا الجفاف؟ الحر. الحر صح. ده السؤال الثاني يا ملك وجاوبنا عليه، عكس البرد هو الحر صح. وهنخش على السؤال اللي بعديه والسؤال رقم 3. السؤال رقم 3 بيقول من غيرها يبقى التليفون عطلان. حاجة من غيرها يبقى التليفون عطلان. الحاجة دي اللي هي البرودة ولا السخونية ولا الحرارة ولا البرارة؟ الحرارة. حرارة. ده السؤال الثالث. السؤال اللي بعديه لو جاوبنا عليه هنكسب أول بونبونية اللي هي الموبايل. خش على السؤال اللي بعديه ملك، سؤال رقم 4. هقولك السؤال زي ما هو مكتوب بالظبط باللغة العربية وعايز أعرف هتفهميه إزاي. شراب، شراب ينتج عن عصر الفاكهة، الحصير ولا البصير ولا العصير ولا الجوس؟ العصير. العصير. مظبوط بالعربي العصير صح، اللي الحاجه اللي بتطلع لما بنيجي نعصر برتقال مثلا بينزل عصير. انت كده جاوبتي على السؤال الرابع ومعاكي اول بونبونايه ولسه معاكي الثلاث حاجات اللي ممكن يساعدوكي زي ما هم. تمام، نكمل المشوار، نكمل المشوار. والسؤال رقم 5 بيقولك نحتفظ بالصورة في تلاجة، الصحارة، ألبوم الصور، الدولاب. تلاجة. الصورة اللي هي ايه؟ انتوا حاطين الصور في التلاجة؟ امال حاطين الصور فين؟ بره. بره، بره التلاجة؟ لا. الصور بره التلاجة. طيب تسألي ماما؟ طيب نسأل ماما. يا ماما نحتفظ بالصور في التلاجة ولا الصحارة ولا في ألبوم الصور ولا في الدولاب؟ في ألبوم الصور. في ألبوم الصور صح. حد بيحط صور في التلاجة ملك؟ لا. أمال قلتي التلاجة ليه؟ قلتي التلاجة ليه؟ الصور بنحطها في ألبوم الصور عشان نحافظ عليها عشان ما تقطعش صح؟ طيب خلصنا السؤال ده، واحنا ماما ساعدتنا ومش هتساعدنا تاني خالص. وهخش على السؤال اللي بعديه، السؤال رقم 6. حاجة بنشوفها على الدش، القنوات المائية ولا الترع التلفزيونية ولا القنوات الفضائية ولا الصحف المرئية؟ القنوات الفضائية. القنوات الفضائية. مظبوط صح، القنوات الفضائية بنشوفها على الدش. وإجابة مظبوطة يا ملك. وده السؤال السادس، وداخلين على السؤال اللي بعديه، السؤال رقم 7. أنا عايز أسألك على عكس التسمين. التسمين، عكس التسمين بالنون، التسمين، التحمير ولا التخسيس ولا التهجيس ولا التبقيل؟ تبقيل. تعرفيش السمين يعني ايه؟ اللي بيبقى ها؟ معرفش. مش عارفة؟ أغير السؤال طيب؟ أغير السؤال؟ طب هو عكس التسمين التخسيس، يعني التخين. السمين اللي هو التخين. صح؟
وعكس تخين ايه؟ الرفيع. عكس التخين الرفيع، تمام؟ وهغير لك السؤال. عظيم. الفلبينيين، عارفه الفلبينيين؟ الفلبينيين بيتكلموا تركي ولا عراقي ولا فنلاتي ولا فلبيني؟ تركي. بتوع الفلبين بيتكلموا تركي ولا عراقي ولا فنلاتي ولا فلبيني؟ عراقي. طيب انت كده هتستخدمي اخر وسيله عندك تساعدك. هقول نكته. هتقولي نكته؟ قولي نكته. مره كان في ولد بابا بيشتغل نقاش. حلو. فاول لما جه بابا قال بويا جه. حلوه النكته دي. كان مره في ولد بابا بيشتغل نقاش، فاول ما بابا جه قال ايه؟ قال بويا جه. بويا جه حلوه. طيب الناس في الفلبين بيتكلموا فلبيني. طيب كده عديتي السؤال السابع وداخلين على السؤال اللي بعديه، معكيش اي حاجه ممكن تساعدك خالص، تمام؟ طيب السؤال رقم 8. حاجه في النباتات، عايز اعرف ايه اسم الحاجه اللي بتبقى في الارض بتاعت الشجره، الجزء اللي تحت الارض ده اسمه ايه بقى؟ الجسور ولا الخصور ولا العبور ولا الجذور؟ جذور. جذور. كده وصلنا للفيديو جيم وجاوبنا على السؤال الثامن، تمام؟ نكمل؟ نكمل؟ طيب نكمل. والسؤال رقم 9. أكبر ميدان في القاهرة، يعني من أكبر ميادين القاهرة، ميدان البيكاديلي ولا ميدان التحرير ولا ميدان المنشية ولا ميدان سيمون بوليفار؟ تحرير. ميدان التحرير، صح. السؤال التاسع خلصنا منه، ونخش على السؤال اللي بعديه، سؤال رقم 10. سؤال رقم 10 يا ملك بيقول نوع من أنواع الرسم بيترسم في الجرايد والمجلات وكده، ها؟ وبيرسموه بيستخدموه زي النكت، يعني كأنه نكتة، نوع الرسم كده. نوع الرسم ده اسمه الريداتير، تفتكري؟ الريداتير ولا الأكلاسير ولا الكاريكاتير ولا الأباجير؟ كاريكاتير. كاريكاتير، صح. طيب ده السؤال العاشر جاوبتي عليه صح، رسوم ساخرة بتنشرها الصحافة كل يوم اللي هي الكاريكاتير، مظبوط. طيب السؤال اللي بعديه سؤال رقم 11. في ليكي في الكرة؟ السؤال ده كورة وكده ورياضة. اللاعب العالمي الشهير ديفيد بيكهام، اللي عامل حالق كده هو دماغه وبتاع، بيكهام من نادي السكة الحديد ولا من انجلترا ولا من روسيا ولا من الصعيد؟ لانجلترا. من انجلترا. تعرفي بيكهام؟ ايه؟ تعرفي؟ يعني ايه؟ عارفة بيكهام؟ ديفيد بيكهام؟ جت معاك انجلترا كده، صح؟ طيب عادي، ما الحظ احيانا بيلعب في حياة الواحد كتير قوي. ده السؤال 11 خلص. السؤال اللي بعديه
لو جاوبتي عليه يعني يبقى وصلتي لاخر بونبونايه اللي هي الكمبيوتر. معرفش السؤال اللي جاي شكله ايه ولا عامل ازاي، بس هنشوفه مع بعض يعني، يا رب يطلع سهل. السؤال رقم 12، ممكن لو فكرنا فيه شويه نوصل لحل. السؤال بيقول: يا ملك سكان اسيا، اسيا دي منطقه نسميها قاره مكان كده، ها، وفي ناس بتعيش فيه، يبقى اسيا دي مكان كبير جدا في كذا بلد وفي ناس عايشين في اسيا. حلو، احنا بنسميهم الاسية ولا بنسميهم ساوث اسيا ولا بنسميهم الاسيويون ولا الاوروبيين؟ الاوروبيون. اسيويون. صح. برافو عليك يا ملك، سكان اسيا بيطلق عليهم الاسيويون. مظبوط. ملك النهارده فازت ووصلت لاخر بونبونيه في برنامج اللي هي الكمبيوتر، وبرافو عليك يا ملك، وتسقيفه برضو جامده الملك. من هنا يا ملك، من هنا اهو، خليهم هيشيلوه بره الميكروفون ده. مبروك. نشوف فاصل ونرجع تاني لسؤال السرعة. جاهزين؟ أنا هسأل سؤال وتجاوب عليه بسرعة جدا. حاجة بنعرف بيها الوقت، حاجة بنعرف بيها الوقت، البلاعة ولا الساعة ولا الولاعة ولا الشماعة؟ ميح طبعا، أبيض يا ولد، مفيش رد. حاجة بنعرف بيها الساعة اسمها ساعة. يعني ده انت لابس واحدة زيها، اعمل ايدك كده، بلاش غتاتة، اعمل ايدك فوق كده، اعمل ايدك فوق. نهاد، طب نجلة، حاجة بنعرف بيها الوقت، هي البلاعة ولا الولاعة ولا الساعة ولا الشماعة؟ الشماعة. صباح الفل. طب أجرب حاجة تانية، جايز تيجي معاكوا صح. حاجة بنعلق عليها الهدوم، ساعة. بلاعة. بلاعة. انت بتعلقي هدومك في البلاعة؟ بنعرف الوقت بإيه؟ حاجة كده بتعمل تيك 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 تيك. الساعة. الساعة. اتفضلي. نجلة. اتفضلي يا نجم، اتفضلي. برافو برافو، ما اتكعبلتيش. تعالي ثانية واحدة انزلي. معلش بس ايه، نضف لك لحسن، دي كانت مش نضيفة. اطلعي. اتفضلي اتفضلي. يلا. برافو عليك. اوبا. هي. تمام يا نجلة؟ ها؟ أخبارك إيه بقى؟ الحمد لله. طيب،
نبتدي اسال وانت هتفكري كويس عشان تجاوبي؟ اتفقنا؟ طيب السؤال رقم 1، السؤال رقم 1 يا نجلة بيقول: لو مرة خرجتي مع ماما ها وتهتي منها كده في مكان أول مرة تروحيه، عمرك ما رحتيه قبل كده، هتفضلي تعيطي وانت واقفة مكانك؟ هتقعدي تعيطي 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 ولا هتقعدي تمشي في المكان ده وتندهي على ماما بصوت عالي يا مامي يا مامي كده تشوفيها فين، ولا هتركبي تاكسي وتروحي وانت وحظك؟ مرة رحت لوحدي عند طنطي ام. مرة رحتي لوحدك فين؟ عند طنط وام. رحتي لوحدك وطنط وام ساكنه فين؟ هناك. هناك في يعني ايه، في الاوضه اللي جنبكم ولا ساكنه فين طنط وام، ولا في الشقه اللي جنبكم؟ بعيد. ساكنه بعيد. بعيد فين يعني؟ ركبتي تاكسي ولا عملتي ايه؟ محمد وصلني. محمد مين بقى اللي وصلك ده؟ اللي قدام طنط وام. اللي قدام طنط وام، وبعدين بس. طيب لو كنت تهتي بقى وانت راجع من عند طنط وام كنت هتعملي ايه؟ لو تهتي كده في الشارع لوحدك ما بطوش. لو في يوم من الايام تهتي مره كده، مره تهتي، انا مره وقعت في البلاعه. يعني مرة وقعتي في البلاعة وما تهتيش؟ بس فهمت أنا بقى إيه علاقتك بالبلاعة. وقعتي في أنهي بلاعة يا نجم؟ البلاعة اللي عندنا. وإيه اللي وقعك في البلاعة بقى؟ دخلت جوه الحمام، بعدين دخلت جوه الحوض. وبعدين؟ بعدين دخلت جوه الحنفية. يعني أنا مصدقك بس مش للدرجة دي. يعني وقعتي في البلاعة ماشي، ممكن تكون رجلك جت في البلاعة كده. لو تهتي هتعملي إيه؟ توهتيني. أه؟ لو تهتي أنا ولا البلاعة؟ لا أنتِ، أنتِ لو تهتي هتعملي إيه؟ أنا ولا البلاعة؟ لا أنتِ مش البلاعة. هتعملي أنا؟ إيه؟ آه برجع. هترجعي؟ ترجعي لوحدك؟ مش هتقعدي تعيطي يعني؟ ولا هتقعدي تنادي على ماما أو بابا أو كده؟ طيب أنا هعتبرها صح وهقول صح. أنتِ واثقة في نفسك جدا إنك أنتِ مش هتتوهي، وده حلو مش وحش، ماشي. طيب جوجو. أنا مرة وقعت في البلاعة تاني. انت ايه حكايه البلاعات معاكي؟ في الحمل طلعت الحنفيه. ايوه. بعدين اتغرقت. وتصدقي انا برضو مره قفلوا عليا درج المطبخ اللي فيه المعالق. ايه؟ وانا مره غطست في البونبوني. يلا بقى نقضيها الليله دي كلنا. ايه؟ كل واحد يقول اللي في خياله. مره غطستي في البونبوني؟ ها؟ وانا مره بلعت عماره. مره كنت جعان كده وماشي في الشارع لوحدي جعان، رحت ماسك عماره بلعها واكلها، رحت جايب شويه فيلل كده اكلت شويه فيلل كده زي اللب. طيب هسالك سؤال تاني، ماشي ماشي. سؤال رقم 2، في حشرة، عارفة الحشرات؟ عارفاهم؟ زي ايه؟ زي الصراصير بتوع البلاعات بالظبط كده. في حشرة بقى زي الصراصير والحاجات دي بس بتطير، مش في البلاعة، بتطير في الهواء زي الدبان كده. ها؟
بس مشهورة إنها بتقرص وتمص دم كده، هي البرغوت ولا الناموسة ولا الأرغل ولا دراكولا؟ الناموسة. الناموسة. صح، الناموسة هي اللي بتطير وتعمل ززز، تلاقيها جاية جنب ودنك كده، صح؟ طيب عدينا السؤال الثاني وهنخش على السؤال الثالث. سلام، الأسئلة جاية لك على الطبطاب. حشرة مشهورة بجد، الأسئلة جاية لك يعني حشرة طول النهار والليل تشتغل، حشرة صغيرة قوي كده تمشي تلاقيها ماشية دايما في الأرض كده جنب الحيطة بتاع، تخش في خرم. ليها إيد ولا ملهاش؟ ليها إيد ورجل وكل حاجة وراس وديل؟ لا ملهاش ديل، ليها حتة بطن كده صغيرة صغيرة كده بتمشي على الأرض كده كده، عاملة حاجة كده. عندها ظهر؟ وعندها ظهر. آه عندها ظهر وعندها موبايل. لا ما عندهاش موبايل، انا بهزر معاكي. صغننه كده، صغننه تمشي كده على الارض، واخده بالك؟ اسمها ايه؟ عصايا ولا ناقه ولا صيحه ولا نمله؟ نمله. نمله. النمله، هي النمله. وخش على السؤال اللي بعديه، السؤال رقم 4. في حاجة بتسلينا وخصوصا الصغيرين أطفال بيقعدوا يتفرجوا عليها، ها؟ الحاجة دي اسمها الكولمان ولا الأراجوز ولا الماراثون؟ ها؟ الأراجوز. الأراجوز. من قبل ما اكمل الاختيارات انت جاوبتي صح كده، انت كسبتي موبايل يا جوجو. فرحانه؟ طيب هخش على السؤال اللي بعديه، السؤال رقم 5. بيقول لك التلفزيون، التلفزيون، ها؟ التلفزيون ده عباره عن كذا حاجه، اريال، فيشة، زرار، صح؟ مش في كذا حاجة؟ احنا بنشوف الصورة على الاريال، في الاريال ولا بنشوف الصورة في السلك ولا بنشوف الصورة في الشاشة ولا بتبقى طالعة على الريموت كنترول؟ على الشاشة. على الشاشة. السؤال اللي بعديه يا جوجو، السؤال رقم 6. السؤال رقم 6 بيقول عصفور في اليد خير من 10 على 10 ولا خير من 10 على 10 ولا خير من 10 على الشجرة؟ دايما خليكي فاكرة العصفور بيقف على ايه يعني، ها؟ ولا عصفور في اليد خير من 10 على النخلة؟ الشجرة. الشجرة. صح، عصفور في اليد ولا 10 على الشجرة؟ صح مظبوط. مفيش حد ساعدك خالص لغاية دلوقتي، ما شاء الله عليكي. وداخلين على السؤال اللي بعديه، السؤال رقم 7. حاجة، ها جوجو، حاجة حمراء مهمة جدا في الطبيخ، مهمة، ها؟ البنجر ولا التفاح ولا الطماطم ولا اللفت؟ الطماطم. طماطم. برافو عليكي، انت جاوبتي على السؤال السابع و ماشيين اهو كويس. السؤال اللي بعديه يا جوجو، السؤال رقم 8.
في بلد ها بعيدة جدا، بعيدة في مصر، هي بلد في مصر هنا زي اسكندرية كده بس بعيد، ها في الجنوب، حتة اسمها كده في الجنوب. البلد دي اسمها الأقصر ها ولا باريس في فرنسا يعني، ولا اسكندرية ولا في البحيرة؟ في البحر. في البحر، يبقى هنسأل ماما. نسأل ماما؟ طيب. نسأل ماما. يا ماما، مدينة في جنوب مصر يرتبط الناس بالذهاب إليها هي وأسوان، الأقصر ولا باريس ولا اسكندرية ولا البحيرة؟ الأقصر. الأقصر. كده الفيديو جيم معاكي، ولسه ممكن تغني وممكن نغير السؤال لو طلع صعب، اتفقنا؟ طيب السؤال رقم 9. حضرتي افراح قبل كده جوجو؟ رحتي فرح قبل كده مع ماما او حاجه؟ طب انت عارفه مين اللي بيجوز العريس والعروسه؟ اللي بيجوزهم بيبقى راجل كده لابس جلابيه، اسمه ايه؟ اسمه ضابط ولا اسمه دكتور ولا المأذون ولا العسكري؟ اسمه لابس بدله. ممكن يكون لابس بدله احيانا، ممكن. اسمه ايه بقى؟ الضابط ولا الدكتور ولا المأذون ولا العسكري؟ معرفش اسمه ايه. اغير لك السؤال ده؟ طب انت عارفه مين اللي بيخلي العريس والعروسه يتجوزوا؟ المأذون. ها؟ طيب انا هغير لك السؤال ده بسؤال تاني، يا رب تجاوبي عليه. ماشي يا جوجو؟ في مثل بيقول حميها محاميها، ولا حميها حراميها ولا حميها يحميها ولا حميها ما يحميهاش؟ لا. ايه؟ يبقى نغني بقى. مفيش اي اغنية. طيب يبقى انت كده وصلتي للفيديو جيم. طيب تحية كبيرة جدا جدا لنجلة. نجلة تسقيفة كبيرة لنجلة. لنجلة اهي. بس. اوبا. اوبا. وصلنا لنهاية الحلقة، نشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله، والسلام عليكم.